ماكو زين والله وقال بيسجل على مود ايش يعني ما ادري ترى انا كنت اخاف منك راح اخليه هنا ربع ساعه صاحب ما يجان اه يوسف اقول لك انت راح لف براسي انت كاثوني كاثوليكي اكو بروستيس بروستان وكاثوليك اروح شيء شنو دقيقة أمير هذا ترى ده وقف له. أنا شالي يا ما. احنا بالمحاضره ساعه شويه هون انفكشن على بارن انفكشن صح احنا كنا كوميونيكيشن او تو رومز اوف كوميونيكيشن فور ذا ميد اوف ريسبيراتوري بارن انفكشن لو كان الكوز فايروس اي والبي هو سبارتي سيشال فايروس اخذنا اول واحد المرقص كان بيروزانا من فيو اللي هو فوق نوزا فايروس الاي والبي صح زين بعدين اخذنا الثاني اللي هو ريمات الدين وريمات الدين هذاك كان علي من عارف نوز فيروس اي كان موستلي ريست ما قلت اليوم ان شاء الله حنكمل هذا اللاست وان اللي هو فوق اسبيراتوري سيشال فيروس بيسكلي انفكتد اوف بيدياتريك بيشن كوز اسبيراتوري انفكشن ان بيدياتريك بيشن يعني منهم واحد الاطفال اوكي زين الريبابرين use for treatment of immunocompetent pediatric patient or immunocompetent children. يعني children عندهم شنو immune suppression. يعني basically the viral infection basically occur in case when there is depleted immune. ممكن يكون متشي. هو ما okay. إذا كان هو contact with infected patient ممكن يصير عنده infection. But basically increase with decrease in the immune. Okay. Then, ribavirin used for treatment of respiratory syncytial virus cause respiratory infection in children have immunosuppression. Okay? And also used for treatment of the hepatitis. Hepatitis? Viral hepatitis. Hepatitis C. And then most important two types, who are B or C. And then now they have to find not alone, used with another drug known by interferon. See, هذا واحدة مش مصيبة هذا لا مزاعم. Okay, with interferon for hepatitis and alone for treatment of the syncytial virus. تعرف خل. يا دمشي. بعد المحاضرة نفتح. Okay. And then syncytial virus for immunocompetent patient, children, pediatric patient, and also ribavirin. And also for hepatitis C with the interferon. زين. شوي خلنا نأخذ فكرة عن الميكانيزم اوف اكشن. طلاب احنا استعدنا هذا الريبافيرين وحناخذ واحد لاكي اللي هو اساكلوفير ودراك ثاني اللي هو يلا اللي هو انتي اتش اي في ضد البودين. طبعا اكثر نوع من انواع الميديكيشن مو معينه تقريبا هو نفس الميكانيزم. شلون؟ احنا ايش قلنا في الفيروس؟ في البدايه الفيروس الموجات قلنا على اساس شنو؟ عندهم دي ان اي او ار ان زين هو شو يبقى؟ هو كان هدفه شنو؟ يدخل السيل يصير ريبليكيشن صحيح؟ اذا كان دي ان اي او كان ار ان زين هنا انا عندي هذا ار ان اي فيروس اكو عندي انزيم نوع باي RNA ديبيند RNA polymerase انزيم شنو هذا؟ هذا نتخيل بهالصيغة عبارة عن التولز أو عبارة عن الأداة شنو القضية؟ لو صفوها بين شيء لو قام بشيء تبين؟ جيب الكتاب؟ أنا باللوكر بنفس طابق جيب مصباح زين؟ مصباح طوارئ يلا 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 عليكم السلام.
كده. يلا يلا. هذا الانزيم اللي هو RNA depend RNA polymerase enzyme. في سوي. شو الهدف أو شو الفكرة أو شو الفكشن مال؟ اطلع. اطلع بابي. الفيروس عندي أنا RNA. أوكي؟ زين هو اللي بيأثر. صحيح؟ الآن شو عندك؟ يفتح يصير ماستر. أقول إذا الفيروس نوع باي RNA بين RNA polymerase. يعني أقول إذا استاد هو RNA هو نأخذ أساس إنه تيمبل هذا الأساس اللي أسوي عليه كوبي. يجي الفيروس الإنزيم مال الفيروس يستخدم لي RNA ثاني على أساس RNA الأصلي. مو صح؟ من شو فكرة؟ مبدئياً هاي بوجيب البوست كمان. بالتالي كوني RNA كامل صار كومبليكيشن هاي الفكرة. هذا شو يسوي؟ إني مش إلمن. لا 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 موجودة وين؟ موجودة هناك بالمؤس سيل يسموه بوانس يفاية بوزيك هذا يسوي بكل هنا شي يكمل البناء مالك وهو دوان لوك صح؟ بالضبط كي البناء ويحتاج طابوت هاي الفكرة شو يمين الحق الثاني من الآغانية يحتاج مواد أساسية وين موجودة؟ داخل السيل زين هذا دراج مواد تغيبها من شنو؟ هذا بالضبط يشبه لي هذا البوانسي أنا لوك إلي نفس الستركتشر افتروا وطلع بابا وصل بابا نفس الستركتشر مال البوانسي تغير فوسفين نفس بالضبط أنا لوك بس هذا شنو؟ الأفينيتي مالته للإنزيم جدا عالية هون كان أفينيتي تو الإندوجينوس الإسينشال بوانسي تغير فوسفين مش راح يسوي؟ راح يكون وين؟ ارتبط بدال البدال الأصلي هنا من الربط السوى هذا المشكلة هذا صح ولا استكشاف بس مجرد ما يربط راح يقفل البلد البولدينج مال RNA بعد ما أكو another molecule of mass transfer will build above بعد ما أكو فوقها خلاص يقفل هنا سوى هنا blocking سوى premature termination إيه بلا RNA إذا ما أكو RNA هاي واحدة مين so has ما happened هذا الإنزيم بعد صار effective وقد جمد فريزنج بوكانك واضح فكرة؟ ترى الثلاثة أو أربع إنديكيشنز نفس الميكانيزم افتهموها من هنا من أول واحد افتهموا بس شنو الاختلاف؟ سواء الفيروس كان دي إن إيه أو كان آر إن إيه هسه هذا آر إن إيه فالإنزيم مالته آر إن إيه ديبيند على آر إن إيه الأصلي آر إن إيه بوليمريز طلع لي آر إن إيه ثاني واضح؟ زين هذا الميكانيزم فكشن طبعا كانت بيسكلي ريبا برنجيو جيبك ايدر اورالي او باي انهيليشن اشكل اروزات غداء وهذا يسوي له مشكله غداء مناسب هو اوكي افكتيف بس يسوي له مشكله يعني لما استخدم هذا الميديكيشن اول شيء قلنا وين يا بيشنت يا تيك بيشنت وهي المشكله بدايه البيشنت يسوي يسوي توريشن للريسبيراتوري فانكشن يعني ممكن يسوي له مشاكل بالجهاز المنفسي للجهاز البيشنت بالتالي هو خاص بكونتينوس كنترول الريسبيراتوري فانكشنز دو تو او دو ان جيفن ذس ميديكيشن واضح اذا جيفن باي ذا ايدر اورال او باي انهيليشن از ا ريزلت ادريس فيك مالت ترانسيت انيميا ترانسيت اذا هو ممكن يرتفع او افتر ترانسبورتيشن او سيفيكيشن اوسو سيرم بيلوبين انفيشن او ميديكوز او هايبوبيلوبينيميا اديشن اوف
وبين مثل ما قلنا must be monitoring the respiratory function of the pediatric patient. واضح؟ هذا هو الربعين. أنا أوصي كم من كيتش بالنسي. النسي جاب لنا تاج إني أفكشن. Hepatitis X1. جاب Hepatitis C. C. هذا خلصنا المديكيشن فور الفيرال انفكشن. لو كان أوسيتامين فيو وزنام فيو قلنا الأوسيتامين فيو هو نفس التام فيو اللي استخدموه فور ال H1 وال N1. جناح. أوكي؟ والثاني رجع الإماتيدين الإماتيدين والثالث كان الربعين. طيب هس خلينا نجي على هيباتايتس. احنا اذا كم استغنينا الفيرال هيباتايتس او الفيروس ذات كوز هيباتايتس عندنا اي بي سي دي. الموست امبورتنت وان او الهيباتايتس فيروس ذات اي هاف ميديكيشن كيل ات افيلبل فور كيل ذيس فيروس الاي بي و سي. الريسكي وين؟ البي و سي. المور ريسك منه وين؟ سي. زين قلنا شنو هذا التبيوس شو يسوي؟ هو اوكي يسوي هيباتايتس بس يسوي كرونيك هيباتايتس. كرونيك هيباتايتس بيليد تو هيباتايتس كارسينوما. يعني شنو؟ بالضبط. هذا اوسو ماي بوست سيروسس. تجمع. فبالتالي التبيوس از فيري امبورتنت بيكوز اوف كرونيك ديزيز ذات برودوس. اللي يسوي ممكن هيباتايتس كارسينوما. من cause of cirrhosis. إحنا قلنا عندنا البي وعندنا السي. Basically, check it generally. الهيباتيتس بي تيت systemically with a magnum big interferon. الفا 2A. بس هنرجع شوي. انترفيرون واحد هو معروف. ساكن عندك؟ شو هو هذا؟ وين يشتغل؟ موديفيكيشن هذا الانترفيرون سميته بيك انترفيرون يعني بيكيليشن. بيكيليشن شنو قصد؟ مسويه على شكل فورم يكون ستوري ريليز او دوريشن اوف اكشن مارك. فلما نقول بيك انترفيرون يعني هو انترفيرون بيسوي موديفيكيشن. بيك انترفيرون الفا 2A والديسبتينوس 1 ويكلي او انترفيرون الفا 2A بلس ريبافيرين لا ذاك السي او بيك انترفيرون انترفيرون الفا 2 الفا 2A بيك انترفيرون الفا 2A سبتينوس 1 ويكلي او انترفيرون الفا 2A بدون البيجليشن هذا يصير 3 تايمز ويكلي. يعني سويت البيجليشن راح يصير 1 ويكلي. اذا ولا بيجليشن يكون 3 تايم ويكلي. اذا بعد هذا زيد شنو يعني؟ دوريشن اوف اكشن. هذا منو؟ هيباتايتس بي. زين اوبسلي هيباتايتس سي تيمت وذ بيك انترفيرون الفا 2A او بيك انترفيرون الفا 2B بلس ريبافيرين اللي قبل شوي حكينا عليه. هيباتايتس وين؟ هيباتايتس سي. هذا كله سيستميكلي نوت اورال. الاورال اقل ادر من الكيس لاموبيودين اليكوبيا كينيكوبيا هيديكابيا. انا ما ركز عليها ركز على سيستميكلي جاست اون سيستميك ادمستريشن اوف دراج فور هيباتايتس سي هيباتايتس فايروس. خلينا نجي على الانترفيرون. خلنا نحكي على بين في واحد شغلنا كبار ولا مجرد ما يصير viral infection بالسيارة تفرز اللي هي نحن نقول mediators no mic interferon. interferon شنو ضيفته؟ يطلع عند إشارة الخلايا المجاورة إنه attention there is a viral infection. دبلت أكو viral infection تحضر. هو هنا جيزه هو صراحة هو ما راح يمنع viral infection لا راح يدور الخلايا اللي تصفي. حتى شنو وين انت تشانس للفيرال فورميكيشن؟ اي من افكر زين هو من حيطلع انتقل انتقلت للسيارات انفكت السيارات من اداء السيارات سوى راح يسوي اكتيفيشن سبيسيفيك بروتين نورمال بعدين الفيروس يكون مالته يسوي انفكشن للفوتوسينثيسيس نيت يفوز لي او يسوي اكتيفيشن سبيسيفيك انزيم بنوباي ام ار ان ايز انزيم في كسيلي ار ان اي. إذا خلص لي قلل لي فوتوسينثيسيس كسر لي ار ان اي نتيجه كلها شنو؟ قلل فوتوسينثيسيس. الفايرو يحتاج البروتين؟ وشو يسوي ميكروكابسيد والفايرو وين صار مالته؟ اوكي؟ هاي وحده. هي سوبتيفيشن في سبيسيفيك جينوم.
نو بي نو باي بي 53 هذا دائما يكون ميسنج حاد كانسر ليش لان هذا الجين دياز فور اكتيفيشن اوف ابوتيك بروسس ابوتيك شنو يعني موت مبرمج الخلايا كل الخليه كلها مو بس هاي يروح يسوي اكتيفيشن من الناتشرال كلاس ياب والمايكروفيج ايش يسوي حطوا لي هاي الخلايا ايش عرفت شلون عرفت انه هذه بيها فايرال انفكشن انا متوقفه لما انا شلون انتي بودي مو انتي بودي انت متوقفه لما هو انتي جين صح حكيتها انت لا هنا عافيه صح بس هي شلون دلتها هاي الخلايا مصابه بالفايروس شلون دلتها ها بعثين لا ان اتش سي هو ميجر ميتابوليك سيل في الريسبتور خلاص تظهر وين على سطح ما تخيل المصاب اللي ارتبط بها الفيروس اكس مو الفيروس مو الفيروس يطلب بها النيتشر كولر وال لا 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 ام اس سي كلاس 1 كلاس 1 مو كلاس 1 مال جرافيتي كلاس 1 مال سي جي كلاس 1 مال باثولوجي لا ما في كلاس 1 مال الدكتور فبالتالي بنحدد هذا الانتيجين اللي هو او خلينا نقول ريسبتر تقدر تحددها النيتشر كلر والماكروفاج وتساعد في الستركشن للسيل اذا النتيجه النهائيه هو يدمر لي كل السيلز الموجوده وين؟ عودة انفكتد سيلز حتى شنو؟ ليس ما بدها الفيروس ويسوي ريبليكيشن هاي الفكره زين انتوا هاي السايد افكت ما تجي احسن شو؟ وصل له اذا هو عباره عن خلينا نقول انديوسبل لاك اوف بوتش طبعا اكو 3 تايب اكو عندنا الالفا والبيتا والجاما زين هو اما يستخدم اصلا فور هيباتايتس بي اند سي واحد اند اوسو فور سبيسيفيك فيروس نو باي بافيلوما فيروس افير وات تعاليم بس هو يوز فور سبيسيفيك ديز نو باي حياته بالاحمق كوندايلوماتا اكيوميناتا كوندايلوماتا اكيوميناتا هذا شنو هذا كوندايلوماتا اكيوميناتا كوز باي ذا بابيلوما فيروس اللي هو عباره عن انال وول work in the anus field. Okay? Driven by the work, by the interferon. But also effective against what? Against specific type of cancer that caused by virus. A cancer, serve what amino? Virus. Menin. Here is cell leukemia. I basically what about a T cell leukemia or T cell cancer. Cancer of the T cell. T lymphocyte cell. And the most important one for you, you will Kaposi sarcoma. You should come on. بس دي تشرح شنو هي الميته وشنو خطورته عليكم هذا كوز باي وات كوز باي هيربس فيروس 8 بس هذا شنو هذا اصلا هذا وين يطلع يا بيشنت يا بيشنت يطلع هذا يطلع بيشنت عنده ايدز جماعه ايش اي هو الاصل هذا شنو هذا كنسر اوف البلد وصل بس يطلع لي جناك ما تشكل ما كفيله بابيلا ريجين يعني عباره عن كذا انتفاخ فوق الجسم ممكن يصير بالسكين والمكان الثاني هو اللي كل شائع بالاورال ميوكوزا اشكل ريد براون بوبيلار ريجن منطقه متفخه حمراء على الجوزيف مو منطقه متفخه وبيها سائل لا منتفخه هي سوليد زين هاي لا شوف البيشنت انا شو راح اقول؟ تتوقع عند البيشنت هذا؟ اي هذا هو الكابوس الساكتور هذا كنسر طلاب كنسر بس يصير جماعتي اتش اي بي اذا انا فتحت الموت مال بيشن شفت عنده هاي الليجينات طبعا الناس اللي بدهم يتعرفون هاي الديتيلز ان شاء الله المعلومات الديتيلز بالباثولوجي ان شاء الله بس بدي اقول لكم بشكل عام هسه اذا شفناها اتوقع البيشن عنده شنو؟ اتش اي بي اذا عنده اتش اي بي مشكله على يمين؟ مو بس عليكم اذا انتم عمرتوا المرضى وراكم المرضى وراك بيشت هذا لأن حس الكونتام بالتوز أول من نقل الإيدز بالعالم هو نين ها
فجريز ديز بيكاز اوف ذا شين احنا حكينا عليها ميديالز اوكي بيسكلي ستايب اوف ميديكيشن تاور اوف ذا اند جيفن نوت اف تي فور اي مين اورالي جيفن ايذر باي ذا اي بي سبكوتينوس او انترليجنال داخل ليجي هات الورد هذا انت بالليجي نفسه اوكي زين طبعا الايفكت اوف دراج نوت ريليتد تو كونستريشن ما له علاقه بالبلاد كونستريشن عصبي مثل سومنينس شنو سومنينس بس النعاس excellent use of sleep and also behavior disturbance هذا بالنسبة أو هذا شفتوا الكابوسي كابوسي أفضل ما زين هذا خلاص الفوقي بتعجز طيب بس واحد يقول systemic هي موضوع ماي بس أعض بس في كونستريكتد أو systemic إن هو هم واحد the other group of treatment of viral infection لحنا سخن ده respiratory مو hepatitis نسخنش عن herpes virus herpes cause different a whole group of diseases ممكن يسوي encephalitis ممكن يسوي genital infection in genital area okay ممكن يسوي the whole most يعني most common known by fever blister شو fever blister cold sore تطلع ويا ورا السخونة يسموها هي هاي خذ متحمل بس هذا عليه هذا هو الكوز مال زين إذا cold sore فيروس جاتيس جلد انفكشن بس الدراج اللي عندي that inhibit خلينا نقول inhibit أو killing the virus or herpes virus more effective an active phase, not later phase. And it's not. I need to admit to fever response to highly disturbed. Why did you get out? Where did you get out? Why 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 did you get out? Doctor? I mean, just wrong. بس سببها انه البكتيريا هاي تنشط بدرجات الحراره العاليه الفيروس ينشط بدرجات الحراره العاليه لا لا بس دكتور هذا هو موجود اكسلنت ليتو موجود داخل الخليه بس ليتو نوت اكتف وجو ما سنتي يظهر تطلع في بغزه وضحت بس هاي الدرجه اللي عندي فرتك اجينس وات اجينس يو اكوت فيس نوت ليتو ديت فيس هذا ما اقدر اشتغل عليه البارزين هو داخل الخليه اوكي نوت افكتيف الاكيوت ليش؟ لانه الدراج مالتي افكتيف اجينست فايرال ديورينج ريبليكيشن تكون انت بس تغلب وقت ما قلنا يراد ريبليكيشن هذا نفس الحاله يرجع ريبليكيشن زين الاساكلوفير ذا موست امبورتنت وان موست امبورتنت وان فور هيربس فايروس انفكشن هو اساكلوفير يوز فور تيمين اوف هيربس فايروس 1 2 Bacillus zoster virus, Bacillus zoster virus, so we need chicken pox. And also effective against every time by virus, viral infection. How is the infection spawn nucleus? The other patients. The other part. Then, the drug of choice for herpes simplex virus is encephalitis. Drug of choice. Why not have the drug? Must yes or no? Colors. And I'll get drug of choice minimum after cancer market, after your saldona. Zien. And also commonly used for treatment of genital herpes. In genital herpes. And used prophylactically. Wukai.
before bone marrow transplantation or after heart transplantation. But where? In seropositive patient. يعني الناس اللي أنا يعرف إنهم عندهم infection with herpes virus. عن طريق التحاليل السيرولوجية detection of the antibody of the antigen وقعت على هذا البيشنت هو بوزيتيف فلازم أنقي قبل بون مارو ترانسبلانتيشن أو after heart transplantation. واضح؟ هذا يوز اوف اوف وات؟ شو اسمه الدواء؟ ساكلوفير. زين الميكانيزم تذكرون هذا قبل شويه رسمناه اللي هو البريفابيرين. الهربيز هذا مو عن هذا الدي ان اي مو؟ اذا هنا ايش صار؟ بدا ما صار ار ان اي دي بي ان صار دي ان اي دي ان اي بوينت. يعني هذا اللي هو جيت بكتيريال فايروس خلاص يمكن طلع لي ستريم واحد دخل بهذا السيت او هذا الانزيم يسوي لي يكمل شنو؟ يكمل لي ستراند الثاني حتى يطلع لي كومبليت جيت بكتيريال او كومبليت دي ان اي نفس المبدا. هذا ساكلوفير بس هذا في شغله تختلف شويه. ساكلوفير بيدخل داخل الانفكتد سيل اللي بيها الفيروس لازم يتحول الى نون باي مونو ساكلوفير مونوفوسفيت يعني ضغط الجيت فوسفور وحده. How many say we did? So we have viral enzyme. You know known by thymidine kinase. معنى لازم تبقى في عميق داخلية لازم تضاف الجزيئة فوسفور واحدة بعدين ثانية بعدين ثالثة. بيصير تراي فوسفيت يلا شو يسوي؟ يدخل وين؟ الانزيم يسوي له بلوكج. هاي شو وقت تنضاف هاي الجزيئة فوسفور؟ أول جزيئة فوسفور تنضاف بالوامل because activity of viral enzyme. بالفيروس مو بالهوست ثايميدين كاينيز. معنى هذا ان هذا السلب توكسيكات عالية. يعني انا ما عندي فايرال انفكشن يعني ماكو انزيم يعني ما يتحول اكتف ما يشتغل معي. واضح؟ زين. اما جيت فوسفور الثاني والثالثة تضاف بيكوز ذا اكتيفيتي اوف كاينيز انزيم بيصير ويلاب. ما له علاقة بالفايرال. بس انا اللي ستارتر من هو الفايرال انزيم. اذا جدا مهم. واضح يعني؟ وعم تكون تريفوسفيت بايدي بوين عند السايد وين الدي ان اي بين دي ان اي بوليميريز انزيم سو كابينج المنت سو ان فريزينج للانزيم وقفها بها هالخطوه هاي اند مي ما تشوف ترمينيشن اوف الدي ان اي قطع لي الدي ان اي قبل ما يكمل صحيح؟ نفس ما حكينا قبل شويه زين هذا الميكانيزم اوف اوف اكشن هذا طلاب هيربس اللي هو فيفر فليستا هذا شو تختلف عن الكودال ماتاكيوم عن سو عن الكروس ساكو ما خلنا قبل شويه شو تختلف؟ هذاك السوليد ماس هذا شنو؟ فيزيكال بصرف فلويد واي فيزيكال بصرف فلويد فلويد كلير مو باس وبعدين يمكن يتطور ويصير باس مناسبة طبعا اللي يصير مثلا ستانجل جمع طبعا ما يصير ما يصير بالادفانس ستيج راح تلقى او خلال ال البيرنج فيز او ممكن نتيجه البرجر خلال ماستيتيشن خلال عمليه المرض ممكن يصير ديستركشن فتلقى حفر موجوده ما راح تلقى بالاستقرار ليش بقدر مثلا يسمون مثلا توب فلويد ليش ما مثلا نطلع خلي حتى ينقص وبعدين هذا فلويد اكزوتيك ترى فلويد هذا هذا هو طلع نتيجه الفايرال انفكشن كعمليه دفاعيه حتى يبعد الفيروس يعني الفيروس بالنص لا 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 حتى يبعد موجود حتى يبعد الفيروس عن عن البودي ليش طلعت تشو؟ سو ديليوشن يبعد الفيروس عن السايت اوف انفكشن هي وظيفه كلها وظيفه دفاعيه زين طبعا هذا ممكن استخدمه اساكلوفير توبيكال اورال جل موجود اورال جل توبيكال ممكن استخدمه كل افكتيف زين انا بدي اشوف شو اتوقع عند البيشنت إذا أعطيت توبيكال سبيسيفيكلي عن سكين هو سكين روتيشن إذا أول ممكن يسوي نوزي فوميتنج هاي الجي أكس ستيرويدز بالعاي بي شو يسوي المشكلة؟ لأنه بس سبيسيفيكلي باي ذا رينال فوت
بالهاي دوز وبالديهايدريت بيشنت ممكن يسوي له رينال انسفيشنس ممكن اوكي ريسنس مالت شلون يكون وين هذا الانزيم هذا اهم شيء هو هذا التارجت مالتنا بس نغير اسمه صار دي ان اي لبين دي ان اي بوليمريز انزيم اوكي هاي شكل مختصر الميكانيزم هو فانكشن اوف اساكلوبيا هو اللي دخل طبعا البيركتريس ثيرميدين كاينيز هذا بالازرق هذا شو كنت بشكل بينما شنو؟ شوفوا هذا الدرج أول ما دخل هذا الإنزيم هذا الفيروس هذا الفيروس موجود بالضبط هربس ثايمدين كاينيز إذا هذا مو موجود ما يتحول إلى فوسفيت كل تو فوسفيت ما تحتقطع سلسلة من دم ما تغاد ما يشتغل أصلا واضح بس إذا موجود يتحول إلى تو تري فوسفيت بعدين وين هذا الكوبريشن يدخل هنا له نانا نفس الرسم هذا داخل هذا الانزيم اللي هو دي ان بي بوليمرز انزيم فبالتالي يسوي بلوكينج وسوي بريماتشور ترمينيشن الانجيشن او الجينيتك ميتال هذا نفس هذا الرسم هذا بعد اول شوفوا هذا يمثل الدي ان اي فايرال دي ان اي بوليمرز انزيم شوفوا هذا بعض هذا الاصفر هذا الاساكلوبيا باوند instead of the essential one هو غلاسيين تايفوسفير مفهوم هذا يرتبط هو جي قاعد وين مكانه سوى هنا سوى فريزنج وقفها منع لا صار يمكن الانجيشن ولا ضمن استفاد الفيروس لين هذا الانزيم واضح؟ سو عمليه اسمه كابينج كابينج مثل بلوكينج المن فور ذا فايرال دي ان اي فور يمرز انزيم شنو شو تقولين؟ سبيل هو الله واحد زين ما يحصل سالفة ما تفضل زين خلنا نجي على جاي بي ناخد عنا جفت كل شيء شو على جاي بي العظم اللي هو زين سنين ما يخاف ما يخاف أي شيء جان والله سهل هو شيء ولا عم ينتقل بال Blue likes. This are in the first 12 weeks. Let me face. اي انفكشن يصير فيه؟ سكر واحد منهم اللي هو موجود ممكن يصير. لا ما صرت. اكس لارج. ممكن تي بي. سيت. ممكن تشوف. زين شوف تقرا اعراضه. ونقول لك مثل هذا ايش عادي؟ من يقدم فورسايت هذا تصير 500 اقل من 500 بس هذا لونج كورس دوريشن او انكبيشن مالته فيري لونج لحد ما يوصل هالمرحله شلون تحدد اللعب؟ هلا عن طريق انت ودي او لا تدخل الفايروس تكون ضد منه انتي ودي بالتالي اكو عندي فد سبيسفيك ديتكشن ميثود احدد نوع الانتي ودي هذا اجينست ذيس فايروس او اقدر احدد نوع الانتي جين موجود يعني شنو الانتي جين؟ سبتات موجوده على الفايروس ممكن من هاي او من هاي اقدر زين خلي شوي هيك معلومات جدا جدا سريعه هو شو قصدها؟ 87 بس هو هذا الاصل هذا الاصل بس هو اصلا انتقل شو وقت؟ في 83 نقله فدين تسحب هذا احمد جليل نقله وين؟ نقله بامريكا كان في ايش؟ نقله من واحد جاي من افريقيا نقله فوق بيشن جاست 87 انتهى الموضوع المديكيشن فور ذيس فايرال انفكشن الون كومبليكيشن اكبر
هذا منه
الفايرال بارت راح يصير زين النيو سيلز راح يصير بي داش حصير حاله محجوزه يصعد ينزل اول مره تصعد بعدين بعدين تقوم تنزل اميونيتي بما ان ايش راح يصير عندي بالنهايه فاينس مش راح يصير يزداد منه زاد الفايرال بارتكلز ليش ما يصير بالاميونيتي او النيو سيلز عددها راح يقل على اليس بيكوت مور ذا ديزيز باي ليميتيشن اذا سيطرنا عليه بيضمن اقدر اسيطر عليه من على ليميتيشن الفايرال باسكتوز بيقدر اسيطر زيد العدد ماي نيو سيلز ثاني اذا على جنب البروبلم اتاكد اي يعني اذا مثلا تجي اسرع السيمبتوم شوف السيمبتوم ممكن باي اكسيدنت هذا والله مش بيدي اخذ السيمبتوم ولو هي بالبداية فلو لا يكسبتهم ممكن واحد يكون عنده فلو وانت هنا موضوع بدأ شو القضية لا إذا أساوبيك لا لا أريد يطول فترة السيرفايفت قلل الموبيل يعني قلل التأثير على الميوس طبوا فترة في المرض ليش طبوا نعم لذلك هذا يستخدم الكومبينيشن دائماً مو أي بدي مو أي ديزيز تفهم الدراج كومبينيشن من هو الواحد تفهم هذا تي بي بي بس تي بي تعالج أسأل الثاني واحد لا ما يفهم لا اللي مو صار الكومبينيشن ما هو ديزيز كوني كوي بدل البيت شنو هو شنو هو كسر كسر ماكو بروتوكول أربع خمس هذا العلاج الاول هو البوب الوان البوب نمبر 1 فورمنت اوف فوتو فايروس كنا عليه هو النيكلوتايد نيكلوتايد النيكلوتايد بيس ماس از انهبيتر هنا وين يرتبط بير بيس ماس از انزايم هنا بدايه كمان فبالتالي يسوي كابيت ايمنت لهذا الانزايم اذا وقف لي عمل الانزايم وقف عمليه الالونجيشن اوف جيت باتري واضح هذا مبدئيا هذا عمل از اكزامبل زيدا بودي هذا اهم واحد طلب هذا اسمه الجروب هذا جو اسمه ادراج هذا مهم زيدو بودي زين اكو مجموعة ثانية هو نون نيكلوسايد ريفيرس ترانسكريبتيز انهبيتر ما له علاقة بالنيكلوسايد ما له علاقة بهذا قبل معين على الانزيم نيفيرابين هذا اهم واحد نيفيرابين هذا اهم واحد زين المجموعة الثالثة هو اتش اي في بوتياز انهبيتر هذا شنو هذا شوية هذا توضيح احنا قلنا الفيروس بيدخل داخل السيارة شو يحتاج؟ شو يحتاج ولا؟ يحتاج بروتين مو صحيح؟ في النيوكلياس هنا طلع لي بروتين هذا البروتين شو يسوي؟ سهل وصعب اكسلنت يسوي شنو انزيم؟ بس ما بعرف بوب سمعت كلمة؟ اكو انزيم استهليت بروتيز انزيم هذا البروتيز شو يسوي؟ هو له الدور انه يحدد لي يسوي لي نيوكليك كابسيد ويسوي لي سيشال انزيم فايرال انزيم اذا هذا الانزيم ما عندي ما ترى ما تتكون بشكل دقيق لا الكابسيد ولا الانزيم ايش يظهر لي؟ يظهر لي فيروس ماتشور شكله يكون مخرب حتى مو نظامي هاي تكون نون انفكتيف او افكتيف انفكتيف غير قابل للاصابه نون انفكتيف فايروس واضح؟ هاي مجموعة الـ HIV 40 years
inhibitor اللي هو سيكلونافير سيكلونافير اتنكناب مجموعة الأخلي هو الانتر inhibitor انتري يعني شنو قصدي؟ داخل وين؟ داخل السيارة أنا عندي هواي مجموعة من الدراكس بس هذا كسامبل of drug combination for treatment of the HIV يعني مثلا 2 نيكلوسايد أو تاي نيكلوسايد وكلوتايد بيصنع سكتيز منهم 2 ميديكيشن منها مجموعة بلس 1 بوتيسكيز ممكن يدينا أو ممكن ما استخدم ويا الجماعة استخدم ويا نيكلوسايد بيصنع سكتيز منها الثاني سنة ثلاثة يعني أو يا جماعة انتكريز منها إذن التريتمنت اوف اتش اي بي نوت بات از سينجل ميديكيشن نوت از كومبينيشن ما تبي تطلع طلع وقتي بس ما ترى